بسم الله الرحمن الرحيم. هاد الدورة التكوينية اللي خممنا فيه هو جات الفكرة بأنه كانت بعد لقاءات مع واحد مجموعة الموثقين، كنا تتكون واحد الجلسات للنقاش في القوانين أو في بعض المواضيع، وكبرت تطورت هاد الفكرة هذه أن طلب ديال الموثقين اللي معايا كانوا كنا أقلية، كنا 5 6 تنطلقوا في المكتب عندي أو عند زميل، وكنا تنحاولوا ندرسوا بعض القوانين، بعض المستجدات، دراسات يعني في جميع الميادين. وتطورت الفكرة بأننا نوسعوا دائرة ديال النقاش ونضمنوا معنا يعني الناس أخرين اللي في هذا الميدان، منهم محامون، منهم رجال أعمال، منهم أبناء رجال ديال الأبناك، منهم، وهذا شيء كامل باش نحاولوا نعطيوا واحد الشعلة للتكوين والتكوين المستمر ديال التوثيق والمهنة التوثيق، باش نعطيوها واحد يعني سمعة جيدة في المغرب. وحنا الآن تنحاولوا نوسعوا هذا دائرة ديال النقاش، وصلنا تقريبا واحد 30 شخص اللي تيحضر في هاد الدورة التكوينية، وتنختاروا مواضيع ديال الساعة، مواضيع مهمة اللي تنحاولوا نوسعوا فيها النقاش، نحاولوا نفكروا فيها، نحاولوا نخموا نطلعوا اقتراحات للناس اللي تيكون عندهم القرار، وهذا الشيء كله تيهم التوثيق بدرجة أولى، وتيمكن الموثق باش يكون حتى هو ديما على دراية بالمستجدات في القانون، دراية في المعاملات، دراية يعني في التطورات اللي تقدر تكون في هذا المجال. فعلا احنا كنا كيف قلت لك في الاول انه فكرة بنات واحد الاقلية ديال الموثقين 5 6، طورناها بطلب من بزاف ديال الموثقين، اصدقاء ديالي تيقول لك لا حاول توسع الدائرة. احنا كنا ما تنفوتوش واحد 10 الناس، ولينا تنوصلنا 30 ديال الاشخاص، تنضمنوا معنا ماشي كيف الموثقين، تنضمنوا معنا مهنيين اخرين، رجال اعمال، تعطونا افكار، تعطونا اسئله اللي تنحاولوا نفكروا فيها. وحنا درنا واحد البرنامج في هاد اللقاءات التكوينيه تنديروا تقريبا وحده في الشهر او وحده في شهرين على الاقل، تنظموها بطلب ديال الموثقين الاصدقاء ديالنا، وهذا تيحاول يعطينا واحد يعني فكره باش نحاولوا نتلاقاو بواحد اللقاء حميمي، تنتلاقاو نهضروا ماشي غير في القانون، ولكن تتكون واحد العلاقات جميله جدا. احنا كنا في الحقيقة الاول الفكرة كانت غير بين الموثقين، يعني كنا 5 6 الموثقين، طورناها لعشرة 12 20 موثق، ولكن طائنا بان خصنا نسمعوا يعني افكار جديدة وافكار ديال الناس اخرين اللي تيكون عندهم يعني عندهم علاقة بالموضوع اللي يكون هو الموضوع ديال النقاش. كنا ضمننا معنا دي زوم دافير، ضمننا معنا دي كابين دي دافير دافوكا انترناسيونال، ضمننا معنا في واحد الدورة تكوينية ديال لي زو بي سي هي ابناك ديال لي دو بنك بريفي، دونك هادو كلهم تنحاولوا نسمعوا منهم ويعطيونا افادات في هذاك الموضوع، ويعطيونا اسئلة اللي حاولوا ندرجوا عليها ونحاولوا نبحثوا عليها، وهذا كله تيكون في يعني ما يكون احسن باش نطلعوا المستوى ديال التوثيق في المغرب، ونطلعوا المستوى ديال الدوائر التكوينيه تتكون في واحد المستوى عالي، في واحد الجوده عاليه، ونعطيو سمعه طيبه للموثق ديال المغرب على الصعيد المغربي او الخارجي. يا استاذ تتلوي على مستوى الافق، هل تفكرون في تحويل هذا المنتدى الى تنظيم مهني يضم اساتذه جامعيين، اكاديميين، رجال اعمال، موثقين الى اخره؟ نعم، يعني احنا المجال مفتوح، احنا ديما تنكونوا عندنا هذا النقاش ديال مواضيع الساعه، مواضيع مهمه تيطلبوا لنا، تتكون يعني مستجدات، يمكن نضمنوا زعما رجال الاعمال، يمكن نضمنوا اي شخص عنده يعطينا افاده في هذاك الموضوع اللي غنناقشوه، اي شخص احنا مرحبا به. احنا الباب مفتوح لان هذا حب المهنه وحب القانون وحب الاشراك واحد شخص اخر في المعلومه. قال تعلموا العلم وعلموه للناس، احنا الحمد لله تنحاولوا نتعلموا ونحاولوا نعلموا الناس ونحاولوا نتعلموا من الناس، هذه هي الحياه، وهذا هو الدور ديال الموثق ديال اللي خصو يكون يعني في الطبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. دونك لا فيناليتي دو سيت فورماسيون سي دينيسيي دونك لي نوتير بور ايفونتويلمون دونك ميتور ان بلاس سكون ابيل لو كونساي اون جيستيون باتريمونيال.
Et donc cette conférence de ce jour, bien cette journée d'études, s'inscrit dans cette logique d'initier les notaires et aussi donc les avocats d'affaires pour élaborer une stratégie patrimoniale, ainsi que donc les initier à présenter des conseils, surtout en vue l'ère de la refonte de la Moudouane.